الجيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة الحالة الأمنية للمعابر والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، حيث قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على عدد من نقاط الارتكاز الأمنية على خط الحدود الجنوبية للاطمئنان على منظومة التأمين والحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل، وأدار حواراً مع عدد من المقاتلين استمع خلاله إلى الأسئلة والاستفسارات التي تدور بأذهانهم في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات، وأشاد بتفهم المقاتلين لمهامهم والاستعداد القتالي العالي لمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية وقدرتهم على التعامل الأمثل مع كافة المواقف الطارئة، فضلاً على دورهم في التصدي لكافة أعمال التسلل والتهريب عبر الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي. أعقبها تناول الفريق أحمد خليفة وجبة الغذاء مع المقاتلين بإحدى النقاط الحدودية، وأوصاهم بالحفاظ على العزيمة والإصرار من أجل حماية حدود الوطن وصون مقدساته. كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على منفذ قسطل البري للاطمئنان على سير العمل بالمنفذ وإجراءات التأمين المتبعة على مدار 24 ساعة، مشيدا بما يبذله حماة الجنوب من جهود وتضحيات لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار. حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة. التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق قرمن مازيلو قائد القوات البرية الإيطالية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين. من جانبه أكد قائد القوات البرية الإيطالية على حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم وكبار السن، وانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير عليهم في أماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع عدد من اللجان التجنيدية إلى محافظات الإسماعيلية والشرقية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح، وذلك لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لأبناء مصر من ذوي الهمم وكبار السن لإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان.
وخلال مراسم تسليمهم الشهادات ألقى اللواء محمد صبح مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه التيسيرات الممكنة لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن من خلال دفع اللجان بكافة مناطق التجنيد والتعبئة بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير كافة سبل الراحة وتقديم الدعم المعنوي لهم. كما تضمنت المراسم تقديم عدد من الفقرات الفنية لذوي الهمم أعقبها تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية، وأعرب ذوي الهمم ومرافقوهم عن جزيل الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقدمه لهم من كافة أوجه الرعاية والاهتمام. حابب أشكر السيد رئيس الجمهورية على الدعم المتواصل والمستمر لذوي الهمم. حابب أشكر كمان إدارة التجنيد، الحقيقة حاجة يعني معتادة جدا من القوات المسلحة على دعم أبنائها من ذوي الهمم على مستوى الجمهورية. بيرعونا، بيخدمونا، في أي طلب بنخش فيه بيهتموا بينا، ما تعبناش في أي حاجة، الناس كلها مية مية والناس على أكمل وجه، مراعين الناس آخر مراعية. ربنا يبارك في الجيش يا رب، وإحنا في ظهر الجيش. تحيا مصر، تحيا مصر. استمراراً لجهود القوات المسلحة في دعم المجتمع المدني وتقديم كافة أوجه الدعم لرفع العبء عن كاهل المواطنين، أطلقت المنطقة الشمالية العسكرية أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، والذي تضمن عدداً من المبادرات لخدمة مختلف فئات المجتمع الأولى بالرعاية، وذلك بالمحافظات التي تقع في نطاق المسؤولية. وتضمن أسبوع الخير مبادرة بلدك معاك التي تستهدف دعم 400 شاب وفتاة من المقبلين على الزواج بكافة المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية لتخفيف الأعباء عن كاهل الشباب المقبلين على الزواج ومعاونتهم في بدء حياة أسرية مستقرة. كما تضمن الأسبوع جناحاً للقوافل الطبية، والذي يستهدف تقديم الخدمة الطبية وكافة أوجه الرعاية الصحية المتطورة في عدد من التخصصات الطبية لأكثر من 10,000 أسرة، وجناح لقادرون باختلاف لتقديم المستلزمات الخاصة بهم وبالمكفوفين والتي تساهم في دمجهم داخل المجتمع. وشمل الأسبوع عدداً من المبادرات، منها مبادرة أحسن صاحب لتقديم كافة سبل الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، ومبادرة راجعين للمدارس لدعم الأبناء بالمستلزمات الدراسية، ومبادرة بالهناء والشفاء لتوزيع مواد غذائية وسلع تموينية ولحوم طازجة على 10,000 أسرة، ومبادرة الكساء لتوزيع 120,000 قطعة ملابس جديدة لمختلف الأعمار. وألقى اللواء أركان حرب هشام حسني حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير لصندوق تحيا مصر والقائمين على فعاليات أسبوع الخير من مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال المخلصين، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة الفئات الأولى بالرعاية لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصري العظيم.